نعم الطبيب العظيم عبد الرحمن السميت، هذا رجل عظيم ما عرفه قومه ولا عرفته أمته. الرجل ليس بليغ الكلام لكنه بليغ الفعال، وهذا أهم بكثير من بلاغة الكلام. هذا الرجل أعرفه من 31 سنة، كم جلست إليه وأفتخر وأعتز بهذا الجلوس وأعده نعمة الله علي. والكلام الذي قاله لي إن شاء الله أوصله لكم كما هو بدون زيادة ولا نقصان. والرجل عندي في نفسي أنه ثقة وأوثق مني في نفسي. قال أنا درست الطب في بغداد سنة 92 للهجرة، ثم ذهبت إلى بريطانيا والدراسات العليا في الطب. هناك سمعت بمؤتمر جرى في أمريكا في كولورادو، اجتمع رؤوس الضلال في العالم برعاية الفاتيكان، وقرروا ما إن تأتي سنة 2000 يعني بعد 22 سنة من ذلك التاريخ، تاريخ اجتماعهم، إلا والقارة الإفريقية السوداء نصرانية بالكامل. وألقوا بثقلهم ووضعوا خططهم وأجلبوا بخيلهم ورجلهم وجاءوا بأموالهم، وهي أموال عظيمة. سمع الصميت كما سمعنا، لكن ماذا كانت النتيجة؟ قال ذهبت إلى الكويت ومنها غادرت إلى إفريقيا سنة 81 واشتغلت وعملت كذا وكذا. أنا أعرف ماذا يصنع، أعرف تماما، يتكلم معي طويلا. هو قال لي يا محمد اليوم بعد 27 سنة عمل في إفريقيا أسلم على يدي 5,500,000. الله أكبر، الله أكبر. بنيت 5,000 مسجد. الله أكبر. قال حفرت 7,000 بئر، 7,000 بئر، بعض ارتوازي أكثرها ارتوازي في مناطق شديدة الجفاف 1500 متر تحت الأرض. هل هذا فقط؟ لا لا، هذا جزء من عملي. عمل في 34 دولة إفريقية سوداء، 34، تصور الرقم أنت. هذه الدول أكثرها مسلمة وحاكمها نصراني والوزراء أكثرهم نصارى. كيف؟ لأن المسلم المسكين يجد من يأخذ بيده لينتهي من الثانوية، دع عنك الجامعة والدراسات العليا فذاك حلم بعيد المنال، والنصراني يجد من يأخذ بيده ويرسله إلى الغرب، يعود دكتورا فوزيرا في بلاده. ماذا فعل السميت؟ فعل الأبطال الذين لا يستسلمون ولا يأسون ولا يتوقفون. بنى كليات في تنزانيا وزنجبار وكينيا، أدخل أولاد المسلمين، أخذ الموهوبين أرسلهم إلى الغرب، عادوا دكاترة، عادوا وزراء في بلادهم. رأيتم العمل؟ صار في مؤتمر لوزراء خارجية العالم الإسلامي في الكويت، أظن وزير خارجية ملاوي أظن طلب زيارة قبر السميت، دلوه عليه، ذهب زاره زيارة شرعية وعاد. لما صنعت ذلك؟ قال أنا أحد الأيتام الذين كفلهم السميت صغيرا، وقد كفل 15,000 يتيم. أحد الأيتام الذين كفلهم السميت صغيرا، عني بي حتى كبرت صرت دكتورا فوزيرا في بلادي. الله أكبر. عجيبا. ماذا قال لي؟ هو يقول لي، قال مرة أخذني الإخوة من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، لما وصلت قال شققنا عليك يا شيخ. قال شققت علي ساعة وثلث، وصلنا سيارة مكيفة طريق ممهد، شققت علي. قال أنا أنتقل من قرية إلى قرية في إفريقيا في صندوق الشاحنة الخلفي، وتصطدم بي شاحنة تدخل في حفر وتخرج، تصطدم أو أتحرك فيها ذات اليسار وذات اليمين 18 ساعة حتى أصل إلى القرية. 18 ساعة في صندوق الشاحنة، هذا هو الوجيه والثري والسري بين قومه، لكن انظر ماذا يصنع. ما قرر شيئا يسيرا، لكن الله نصره وأعزه وجعله شوكة في حلق الفاتيكان وفي جنبه. كيف؟ فضل الله. ثم بهمة العجيبة